أطلت السعودية على الساحة اللبنانية بعد شبه غياب بتصريح ناري من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ضد حزب الله. بكلمة مسجلة قدام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الملك سلمان حمل الحزب مسؤولية انفجار مرفق بيروت بأربعة آب، وصف الحزب بالإرهاب التابع لإيران، ودعا لنزع سلاح الحزب لتحقيق الأمن بالبلد. الصحافي محمد نمر قال لتلفزيون نشرة أنه هيدي المرة الأولى اللي بيطلع زعيم عربي وبيطالب بنزع سلاح حزب الله، كما أنه الموقف إجا مع تغييرات بالمنطقة. الموقف السعودي تجاه حزب الله هو موقف طبيعي لدولة يتم تهديد أمنها من قبل إيران عبر أجندته سواء حزب الله أو الحوثيين. بالمقابل بيقول خبير الشؤون الدولية قاسم قصير لتلفزيون نشرة أنه الموقف السعودي بيبعت رسالة أنه سعودية موجودة بالمنطقة، واعتبر أنه في تناغم بين الموقف الأمريكي والسعودي تجاه الأوضاع بلبنان والمنطقة. فشو تأثير كلام الملك سلمان؟ ليس له أي انعكاس عملي، لأنه موضوع سلاح حزب الله يعني يحتاج إلى معالجة هادئة وحوارية ومرتبط بظروف سياسية داخلية وخارجية. السعودية عادت للبنان من الباب العريض، وهالمرة بشكل عنيف ضد حزب الله، اللي بتقول وبتشدد مصادر بهالإطار إنه هو مكون أساسي بالمجتمع اللبناني ومش ممكن إلغائه. فشو انعكاسات تأثير كلام سلمان على الداخل اللبناني؟ هناك حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية هو الرئيس سعد الحريري، الذي يساعد الرئيس المكلف على تشكيل حكومة مستقلة في لبنان، وموقف الملك سلمان يؤكد أكثر وأكثر على الحاجة إلى حكومة من دون حزب الله ومن دون حتى كل الأحزاب اللبنانية. مطلوب من حزب الله الالتزام بالنائي بالنفس، العودة إلى لبنان، العودة إلى عدم الاقتراب أو التدخل بالشؤون العربية، لأن لبنان بحاجة اليوم إلى علاقته مع الدول العربية. نمر ضاف أنه وقت يدرك الحريري أنه رح تكون الحكومة كسبقتك، يعني كانت الغلبة فيها لحزب الله، فرح يفضل أنه ينصح الرئيس المكلف بالاعتذار. وأكد نمر أنه السعودية ما رح تكون شريكة بأي عملية بتهز استقرار لبنان، وهي بتعرف وضع لبنان الدقيق. إذن بحكومة حسان دياب اللي وصفت خارجيا بحكومة حزب الله، كان الدعم الخليجي وتحديدا السعودي غائب، كما أنه دياب ما راح ولا زيارة على دولة عربية. فاليوم وبعد التصريح الناري للملك سلمان، وبحالة شكلت حكومة مشابهة لسبقاتها، هل مصير علاقات لبنان الخليجية رح تبقى معلقة؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.